بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. أيها الأخوة المتابعون في كل مكان، لازلنا نتواصل، لازالت أشواطنا تتواصل بهذه الأسماء وبهذه الشعارات الرائعة والشعارات الجميلة. لنبدأ هنا مع شوطنا الخامس للإبكار لفئة الصعوبة، لنبدأ مع صدارة الأولى والمركز الأول هملول أحمد بن سليمان بن حمود الغفيلي، بينما هناك شعار سيف بن محمد بالدبية العفارياتي مع الشانية، بينما ثالث الأسماء هناك الدخول وهناك التواصل أيضا من شاني المبارك بن سالم بن متعب العفاري، بينما هنا شعار بن دومان يتواصل مع الظفرة، يتواصل ناصر بن سالم بن ناصر بن حمد العامري، يتواصل شعار بن دومان في هذا المسار وفي هذا التحدي ما شاء الله، بينما هناك الدخول من حضور سالم بن مبارك بن نصيب العفاري، وبينما هناك الأسماء القادمة والأسماء الهاجمة في هذا المسار. شعار راشد بن حمد بن جمعة الحكمان يقدم شانية في هذا الشوط، ولكن عودة إلى بالدبية، عودة إلى بالدبية، هنا يتواصل باحثا وساعيا عن النقطة الثالثة، عن النقطة الثالثة ما شاء الله، يقدم هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع والعصا في الابطان، العصا كانها تسلم على القارب الاصيل، ما تحرك ما تزعزع حتى تصل الشاهنية الى خط النزاع الى خط الانتصار. هذه الشاهنية بالدبية ما شاء الله يقدم لنا هذه الانطلاقات وهذه التحديات وهذه النوعيات المميزة ما شاء الله، بلا اوامر ولا تعليمات، هنا تتقدم بهذا المسار ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا، والنقطة الثالثة لبدبية، تهانينا لسيف بن محمد بدبية آل عفاري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وتهانينا لحمد بن محمد بدبية العفاري على هذا الفوز والانتصار، وأيضا داعم هذا الشعار المركز الثاني شعار أيضا هناك محمد بن مبروك بن طماطم العفاري ثلاث الأسماء. المركز الثالث هناك أيضا هملول أحمد بن سليمان بن حمود الغفيلي، إذا عودتنا بالتاني والناموس لسيف بن محمد بن دبي العفاري، والنقطة الثالثة لهذا الشعار في أشواط الصعوب. دقيقتين 14 ثانية 53 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس.